السلام عليكم يا شباب، معكم أدهم عبد العظيم من قناة ميديا بوكس. في الفيديو اللي فات كنا استعرضنا مع بعض الكيس تاور كيس كولر ماستر الماستر بوكس لايت 5 ار جي بي. وفي الحقيقة أنا حبيت في الفيديو دوت إن أنا استعرض معاكم محتويات التجميع بتاعتي. هي تعتبر تجميع فئة المتوسطة في الفترة ديت يعني. وانا بصراحه جايبها لشغل معين في الجرافيك، لشغل يعني مشغل في ال 2D جرافيك وكده. فطبعا التكلفه انتوا عارفين دلوقتي الاسعار عاليه جدا بالنسبه للحاجات الفئه العليا وفئه الجيمنج والكلام ده كله. فانا عملت تجميع متوسطه كده ان شاء الله هتأدي الغرض معايا في شغلي. وحبيت ان انا برضو اعمل لكم انبوكسنج للمحتويات اللي انا جبتها عشان لو حد حابب يشوف محتوى كل حاجة على حدة ويشوف الحاجة بتبقى جاية شكلها عامل ازاي. فخلونا نبدأ مثلا بالبروسيسور. أنا اخترت في التجميع بتاعتي الـ AMD Ryzen 5. وفي الحقيقة أنا أول مرة أتعامل مع AMD. أنا على طول من عشاق الـ Intel من زمان يعني، وعمري ما اتعاملت في أي حاجة AMD. فدي يعني كانت نقلة غريبة شوية ليا، بس أنا شايف إن AMD بقت منافس قوي دلوقتي لإنتل، وعملت حاجات كويسة جدا بتنافس فعلا في السوق دلوقتي مع إنتل. وطبعا في فرق في السعر، وده اللي شجع بعض الناس إن هو هياخد كفاءة كويسة وفي فرق سعر كويس بدل ما يلجأ للإنتل وتكلفتها البايظة دلوقتي في أسعار البروسيسور. فأنا شايف بصراحة إن AMD أدت الغرض كويس بالنسبة للمنتجات المتوفرة منها حاليا فئة الرايزن عموما، والتكلفة أقل فعليا من إنتل. فأنا في التجميع ديت اخترت زي ما قلت لكم الـ AMD رايزن 5 ودوت اللي هو الـ AMD رايزن 5 1600. ده البروسيسور ده 6 كور 12 ثريد 19 ميجا كاش و 3.2 جيجا هرتز، وفي البريسيشن بوست 3.6. خلونا نشوف مع بعض محتويات البوكس معانا النهاردة. وقبل ما انسى برضه اقول لكم، هو في نفس الموديل بس طبعا اعلى شوية، ال 1600 اكس الاعلى من 1600 اللي معانا حاليا. بس انا لاحظت ان هو بيجي بدون اي فانة او اي كولر مع البوكس، هو بيبقى مجرد البروسيسور فقط اللي بيجي، وانت بقى بتشتري له فانة تانية خارجية. فخلونا نستعرض مع بعض المحتوى. دي شكل العلبة، دي طبعا الفانة بتاعتنا، وادي البروسيسور، ده البروسيسور اللي معانا. طبعا هم حاطين ستيكر للرايزن. هي دي البروسيسور ومعاه ستيكر خاص برايزن 5. وطبعا الانستليشن انستراكتور. نشوف الفان، ده شكل العلبة بتاعت الفان. الفان بتاعتنا
أنا شايف إن الفان كويسة وتؤدي الغرض، دي بالنسبة لمحتويات البوكس. ممكن نشوف الرام، أنا اخترت باليستكس بورت 16 جيجا بايت دي دي ار 4 2400، وبالنسبة للأسعار برضو وأماكن الشراء اللي أنا اشتريت منها ممكن أسيبها لكم في الديسكريبشن الخاص مع الفيديو، ولو في أي برضو أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبها لي في كومنتات. ده منظر البوكس من الداخل، الرام بشكل الرام بتاعتنا، اعذروني بقى على التصوير، انا اول مرة ان انا اعمل فيديو بصراحة عن بوكسينج وبصور لوحدي، فاعذروني على لو كان التصوير سيء ولا حاجة. طبعا انا في الفيديو اللي فات كنت استعرضت الكيس الكولر ماستر بوكس اللايت 5 ار جي بي، ونسيت ان انا اوريكم الباور سبلاي اللي انا اخترته مع الكيسة. انا بصراحة جبت الباور سبلاي كولر ماستر برضو 500 واط النسخة اللايت جديدة 80 بلس 230 فولت، دي بقية السبيسيفيكيشن. نشوف برضو محتوياته، ده شكل المحتوى، في كابل الباور، وعندنا الباور، مفيش حاجة تاني، في كيس في حوالي 4 مسامير أو 5 مسامير. ده الباور، فين بتاعته، ده شكل المحتوى اللي معانا. كده فاضل معانا المذر بورد وكارت الفيجا، خلينا نشوف المذر بورد. بصراحة أنا المذر بورد يعني على طول بحترم الجيجا بايت في كل الأجهزة اللي جبتها قبل كده، وأنا كنت محتاج إن أنا أجيب مذر بورد فئة متوسطة أو تكلفة ما تكونش عالية. انا مش هحتاج حاجات اللي هي الجيمنج الكبيرة اللي شفناها دلوقتي الموجودة، في حاجات لقيتها في المول بتبدأ من 2700 لحد 7000 او 8000 جنيه، انا ما كنتش في احتياج لحاجة زي كده، كنت محتاج حاجة متوسطة تكون بتدعم البروسيسور اللي معايا الرايزن سوكت الـ AM4، فانا كنت شايف ان دي مناسبة جدا بصراحة، وسعرها ما كانش عالي يعني.
عملت حوالي 1850 جنيه مصري، فأنا كنت شايفها مناسبة جدا من حيث عدد ال USB اللي فيها و USB 3 كفاءة البورد بتاعها كويسة جدا. فخلينا برضو نشوف محتوى البوكس دي. زي ما قلت لكم هي AP350M Gaming 3 Smart Fan 5 USB 3 Generation 2 وبتدعم 4K. طبعا كفاءة السوليد كاباسترز وكل المكثفات اللي فيها كالعادة مع جيجا بايت. ده شكل البورد. خلونا نشوف البورد من جوه. ده الشكل البورد. اليوزر مانوال ستيكر جيجا بايت جيمنج. قطعة بتتركب في الكيس و 2 كيبل ساتا، دول 2 تانيين، والسي دي الخاص بالتعريفات. الكيس بتاعتنا ده شكل المذر بورد، سوكت ال AM4 و دول تشانل DDR4 RAM بأربع فتحات للرام و 2 PCI. الشيبس جيجا بايت. وعندنا من الجنب ده أربع مخارج ساتا، ومن الجانب داخل الخاصة بالصوت طبعا الريال تك لان. ده 2 USB 3.1 فيرجن 2 و 2 USB 3 ودي 2 تاني USB، مدخل HDMI ومدخل DVI، مدخل الفيجا، وعدد 2 USB ومدخل PS2. عندنا آخر حاجة معانا كارت الفيجا. بصراحة أنا كنت معجب جدا
بالفئة ديت من جيجا بايت اللي هو جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي. والنسخة اللي معايا دي هي يعتبر أعلى نسخة من الكارت ده عموما، ال 1050 تي اي. في منه نسخة تانية 1050 تي اي، وفي نسخة أخرى 1050 تي اي الوايند فورس اللي هي باتنين فان، ودي النسخة الأعلى أو الأخيرة منه اللي هي تشمل الوايند فورس وإن هي جي ون فئة الجيمنج. دي يعتبر أعلى نسخة فيه. وأنا لقيت أسعار يعني حوالي 4100 جنيه أو 4200 جنيه موجود في السوق حاليا. النسخة دي فيها خاصية ال RGB Spectrum Wind Force OC Edition، النسخة الأربعة جيجا بايت DDR5. طبعا هو بالنسبة للتبريد الوايند فورس 2X فان كولينج سيستم، شايف ان التبريد كويس جدا، والهيد سينك اللي على الكارت مغطية الكارت بالكامل، زائد ان المروحة او الفان بتاعت الكارت معمول عليها زي حاجة زي شرشرة او زجزاج على البلاستيك ذات نفسه بتاع الفان. يعني هم بيقولوا ان ده بيعمل اير فلو اكتر او تبريد اكتر في الكارت ذات نفسه. خلونا نشوف شكل الكارت من جوه. في علبة تانية جوه. جي وان جيمنج. بوكس بنلاقي الكارت بتاعنا تو فان، هذه الكارت، و الدرايفر بتاع الكارت، اليوزر مانوال. بس انا افضل ان اللي يشتري الكارت الفتره ديت ان هو يعمل داونلود للدرايفر بتاعه من على النت، لان هو نزل ابديت جديد للكارت، ما نعتمدش على الدرايفر الموجود على السي دي المرفق معاه. في ابديت جديد نزل اكفأ من الدرايفر الموجود على السي دي اللي معانا. شوف الكارت، شكل الكارت جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي جي 1. انا هحاول اوريكم الشرشرة اللي معمولة في الفانة، اعتقد انتم شايفينها. الشرشرة اللي موجودة على الفانات ديت في من الخلف بصراحة حاجة كويسة برضو، جيجا بايت عاملاها بليت من المعدن عازل تماما الكارت من الخلف، يمنع أي تلامس بقى يحصل ما بين الأسلاك أو الكابل أو أي حاجة. دي فكرة كويسة جدا بصراحة من جيجا بايت. بليت عندنا الجهة ديت اللي هتبقى مقابلة للكيس، دي بتدعم خاصية ال RGB
فان ستوب، ليها ألوان مختلفة، أنت ممكن تتحكم في إضاءتها وألوانها ودرجات الإضاءة بتاعتها عن طريق البرنامج الموجود في الدرايفر بتاعها. نشوف المداخل بتاعتنا، عندنا فوق مدخل الدي في اي ومداخل ال اتش دي ام اي، 4 مداخل اهو. بصراحة هو الكارت يعني أنا بعد تفكير اقتنعت جدا بعض الحاجات اللي قريتها عنه والريفيوهات اللي شفتها عنه، من حيث كفاءته الكويسة جدا وسعره بصراحة منافس جدا لمعظم الكروت اللي موجودة، فأنا ما كنتش محتاج أكتر من كارت كفاءته كويسة، يكون 4 جيجا ويكون التبريد بتاعه برضو كويس. وأنا شفت بصراحة إن التبريد في الموديل دوت كفاءته عالية جدا، فأنا شايفه اختيار كويس برضو للناس اللي حابة أو بتحب موضوع الجيمنج كتير، فأنا شايف إن ده اختيار يعني متوسط من حيث السعر وهيديك كفاءة عالية جدا جدا جدا، وما تشيلش هم موضوع السخونية أو كده لأنه شايف التبريد بتاعه كويس جدا. دي كان كل الحاجات اللي معانا النهاردة، وإن شاء الله أول ما هجمع الكيس برضه هعمل لكم فيديو للكيس بعد ما جمعت، وفي بعض الإكسسوارات برضه هبقى أصورها لكم إن شاء الله زي الكيبورد والماوس من شركة كولر ماستر، وهوريكم إن شاء الله الشكل النهائي للكيس والكفاءة. ولو في أي أسئلة أو أي استفسارات حابين تقولوها لي يا ريت تسيبوها لي في كومنتات وهرد عليكم في أسرع وقت إن شاء الله. وأنا بعتذر مرة تانية عن جودة التصوير، زي ما قلت لكم أول مرة أعمل ريفيو عامة أو أنبوكسنج عن حاجة، وإن شاء الله أكون متجاوب معاكم في أي أسئلة أو أي استفسارات على الصفحة، وألف شكر لوقتكم، السلام عليكم.